لكن ده لخبطة ساي. وفي النهاية يمرق يجيبوا لهم الدفارات، الناس العيون الحمر ديلك ناس رتيانين، ديل باكلون للكتمة بس. شفت ما بيجيبون لك بتاع سكر، بيجيبوا لك عساكر بيجيبوك، ديل ما بيجوا إلا في حاجات زي دي، وبيجوا ما بعرفوك. شفت البر بر والجوة جوة. والله الذي لا إله، واحد قال لي مرة زمان في بورسودان، قال ناس الداخلية عملوا لخبطة، قال جابوا لون أبو طير نظرهم بس، قال لون الناس بعصي ولا مسدسات، قال لموا في الناس الخشوا جوا، جلدوهم من الغرف، مرقوهم برا كلهم خطوهم في الحوش، قال قاعد ينقزوا في الغرف أبو طير، أبو طير جوا طالب برا. تاني جو بالبسطون أرقد، ادوا صوتين دخلون جوا الغرف، نقزوا في الحوش، أبو طير برا طالب جوا، يلا ادوها تحية ومشوا طوال مرقوا. يا زول انا ما اقول لك كذي، نحن والله لو دين همشي يدوك بسطونه تحتسب عند الله تعالى، لكن انت تخرج لشنو؟ يا اما يقول لك الدنيا، والله البنزين زاد والسكر زاد، تف يتف السفه ويقول لك السكر زاد. هسه حق السعود ده ما تدخله في السكر، كان دخلته في السكر ما بتتم ابدا، النص رطل تجيب رطل يقول لك سكر زاد، تف خاتيها وخاتي سفته. ويقول لك نحن خارجين، ده ناس الدنيا ناس الدين، يقول لك ده بيوالوا اليهود والنصارى نخرج عليهم، يمرقوها برا انت دار تقليب ليه؟ والله ده والوا اليهود والنصارى كذا، اطلع لك راس بيت، طلع راس بيت عاين كذا في البيوت دي اكثر شيء كثير شنو؟ يقول لك والله الحاجه زي الكوره البيضة دي، ايوه الديجيتال ده جوا فيه يهود ونصارى، انت قاعد تحضر لهم في البيت ذاته، يحضر لي جون سينا جوا وميسي تاع الكوره، ويمرق برا دار يقلبها مالك والله اليهود. وطيب ديل شنو اللي بتحضر لهم ديل؟ كلها تناقض في الناس ديل، والله الذي لا اله غيره. واحد تلقاه البنات متبرجات، تقول له ديل بنات منو؟ بنات الحكومه؟ لا لا، ديل بنات منو؟ بناتنا نحن. أهم لك مع الحكومة ما طبقوا الشريعة. طيب زول بيته 250 متر مساحته كلها، عنده بنتين وولدين، البنتان والولدان الأربعة دين ما قادر يطبق فيهم الشريعة، بنات متبرجات والأولاد لافينا ربع متر، أولاد وبنات ما قادر يطبق الشريعة، أربعة بس. انت داير ده يطبق لك الشريعه في البلد جد، وما معنى هذا تبرير له ويطبقها واجب عليه، لكن انت بتطالبه وتطبقها اول شيء. انت لو طبقت الشريعه في ده في بيتك وداك في بيته وده في بيته وده في بيته، الامور تقال ما بتجيها، والله الشغله دي بتمشي طوال. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده يقول لك البلد دي فيها ظلم، طبعا ده اللي بيدغدغوا في العواطف، بلد دي فيها ظلم ولازم نخرج، نخرج نسوي شنو؟ نخرج نقلب عليهم. تقلب شنو؟ انت قايل ركشة؟ انت قايل تقلب سهلة كذي بس؟ رسول قال لك ما تقلبها، رأيك شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من خرج على إمامي قيد شبر فمات فميتة جاهلية. قال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين: أي فميت على ميتة أهل الجهل، يعني أنها سوء خاتمة. سوء خاتمة أنت بتمشي ساي، يقول لك يا مولاي أنتوا ناس ما بخوافين، ناس ما عندكم شجاعة، الشجاعة تمرق على ديل وديل أمشي أمرق، المروق وين؟ في المنبر. يقول لك نحن نخرج ولا بد أن نخرج، تلقاها يجوا عرقان في المنبر، يقرب يكسر المنبر والميكروفون، سماعة دي تضرب يصلحوها، ديك تضرب يصلحوها، وانت تخرج ولابد في بيته. التراب لما مات ما شفنا مرق في مظاهره، شفتوا انتوا؟ تلقى الشعبيين تعبانين مارقين، شيخنا قال مرق، شيخكم وين هو؟ والله ما قاعد في البيت بيحضر فينا في الغناه، يجيبوكم في الجزيره يجلدوكم، مو قاعد يضحك بمزاج، كان ما قلبتوها هو ما خسران، كان قلبتوها هو يجي الكرسي بالراحه. ذهب دور الشنو؟ ذهب دور
العسكري وجاء دور شنو؟ الخليفة ما الفكيل، الخليفة. هو الخليفة بس يجي يستلم الكرسي. يا أخ معقولة؟ ده حزب الأمة خرجوا. حصل شفت صادق مهدي خارج في مزار، حصل شفته ما بيخرج قاعد في بيته، يمشوا هن يداوسوها، قلبوها بيجي بيقعد، ما قلبوها وخسران، ما خسران. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ذاك جهاد حق، لما يقول لهم الجهاد بيكون شنو؟ قدام. أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبدي المطلب، تلقى قدام المعارف حق، لأنه قضية هو مقتنع بها.